إحدى الأخوات من فراج سألت عن حكم تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومشاركتهم فيها. أولا نحن نسأل هذه الأعياد مثل عيد الكريسماس، هل هو عيد شرعي؟ يعني أقره الإسلام حتى نهنئهم به؟ ثم نسأل أيضا هل هو يعني عيد دنيوي أو عيد وطني؟ فنقول الأمر فيه يسير، وهؤلاء مواطنون مع هذه الدولة يمكن أن يشاركوهم فيها مثل الأيام الوطنية وما أشبهها، أو الأعياد التي تكون يعني بمناسبات حصلت في هذه الدولة مثل عيد الجندي المجهول أو عيد أو الاستقلال أو عيد الاستقلال أو ما أشبه ذلك، فالأمر أيسر حقيقة، لأنه ليس عيدا يتقرب به إلى الله يتعبدون به. أما عيد الكريسماس فهو عبادة عندهم، عبادة مثل ما يتعبدون لله بلبس الصليب، وكذلك الصلاة في الكنائس وما أشبهها. فكيف يا أخي يعني نشاركهم في عيد ديني مبني على عقيدة فاسدة كذبها القرآن، كذبها القرآن؟ هذا لا يجوز مشاركتهم فيه، لأنك بمشاركتهم فيه بحضور هذه الاحتفالات أو يعني تبادل الهدايا معهم وما أشبه ذلك، كأنك تقول لهم نعم هذا عيدكم صحيح وحق ولهذا نشارككم فيه. هذا لا يجوز. العيد الكريسماس لا يجوز المشاركة فيه، لا يجوز أن نهنئهم به، ولا يجوز أن نعطيهم الهدايا بمناسبته، ولا يجوز أن نحضر الاحتفالات به.